مازن الغدا صار جاهز بالعلبة. جانا، الدكتور اتصل هلأ، قال لي إنه سوهام صحي. لكان خلينا نروح بسرعة. جانا، الدكتور قال لي ما في داعي نقرب عليها الفترة. بس مازن شافنا وتصرف بعنف مرة تانية. يا ربي، شو صار لك؟ راسي عم يوجعني. ابني مازن، حضرت لك شاي بالزنجبيل، شربه، وجع راسك رح يخف. خدو ابني. أمي، هاتي أنا رح أعطي الشاي. أنا حاسة فيك وبعرف إنك عم تتوجع وفي أسئلة كتير عم تطلع براسك، بس صدقني ما في داعي تفكر، ما في فايدة تعذب حالك كتير وترهق نفسك. الله معنا، هو رح يصلح كل شي. بعرف إنه كل شي رح يتصلح، بس الكره يلي جوات سوهام تجاهنا قديش بده وقت ليختفي؟ يا ترى رح يقدر سوهام يسامحني؟ فكرة انه سوهام بيكرهني وما بيحبني تجرحني كتير وبتقهرني لدرجة اني ما عم بستوعب شو لازم اعمل. بصراحة انا ما رح اقدر كفر على غلطي، رغم إنه بتمنى خبره لسوهام وفرجيه بعينه قديش أنا حاسس بالذنب اتجاهه. طالما عم تفكر هيك مازن، معناتها أمك عم تمر بنفس الشي، بتكون عم تتوجع كتير ومتضايقة من اللي عملته. أي مازن، مثل مو أنت ما بتقدر تتحمل كره سوهام، أمك كمان ما بتقدر تتحمل كرهك إلها. أنت ما فيك تتحمل غضب سوهام منك، معناتها كيف مرت عمي رح تقدر تتحمل غضبك؟ أنت بتقدر تعمل خطوة لتفهم سوهام شو بده وهو ممكن يستسلم، بس أمك شو تعمل لحتى تراضيك وترجع محبتك؟ صارت عم تتحمل عقوبتك وصارت بتعرف غلطة شو كبير. صدقني بلشت تتوب، نحن عايشين بنفس البيت كلنا وبعد عن بعض بس كام متر. بترجاك سامحة، أمك هلأ بحاجتك. مازن، أمك ناطرة بفارغ الصبر إنك تسامحها على اللي عملته. يلا جانا، غلط ماما مو صغير بالنسبة إلي حتى سامحها عليه. 18 سنة وقت كتير طويل. صح مازن، 18 سنة وقت كتير طويل، بس نحنا كمان غلطنا بنفس الوقت. صحيح إنه أمك حاولت تخلق بيناتنا سوء تفاهم، بس نحنا خلينا سوء التفاهم يأثر على علاقتنا ويفرقنا. هذا غلطنا يا مازن. إذا طلعنا فينا نسامح بعضنا ونحن هلأ مع بعض، ليش ما منسامح أمك؟ نحن كلنا فينا نسامحها. وفيني أقول شغلة؟ وقت الولد بيزعل كتير من أمه، بعرف تماماً شو بتحس وشو شعورها وقديش بتزعل وبتنقهر، وأنا ما بدي هيك، ما بدي إياها تزعل أو تتوجع بعد اليوم. وانت بتقدر تنسيها هالوجع، لو سمحت حاول تسامحها رجاء.
الواحد ما بيلاقي اغراضه هون. سندري لا تدقي الباب من برا، ما عم بقدر لاقي ساري تبعي، فوتي بسرعة. ما بتعرفي تضبي الأواعي؟ مازن، ليش عملت هيك وأخذت الساري تبعي وخبيته عني ابني؟ لا تعمل هيك أمي. أنا بحياتي ما عملت معك هيك عملة وخبيت عنك شيء. أنت رجعت وعم تحكي معي ابني؟ عم تحكي معي؟ أمي، أنا بعتذر منك. لا، أنا قسيت عليكي، أنا آسف، خليتك تزعلي كتير. لا ابني، لا تعتذر مني، لا، أنا المفروض اللي أعتذر منك. شو عم تقولي يا أمي؟ أنا عم كفر عن أخطائي الكتيرة بالاعتذار منك ابني. أنا عاملتكم بشكل سيء كتير وعم بأخذ عقابي اللي بستحقه من اللي عملته. أنا غلطت كتير مع ابني، غلطت معك انتي، غلطت مع أحفادي، معكم كلكم، أنا بعتذر منكم. أنا غلطت معكم، كنت ظالمة، أنا كنت ظالمة معكم كلكم، لهيك عم بترجاك تسامحني على كل شي عملته معكم. سامحني يا ابني، سامحني، بترجاك يا أمي. خلص يا أمي، خلص، روقي بقى ولا تجرحيني أكتر. خلص، ما بصير تعتذري مني ولا تترجيني، أنا يلي بترجاكي يا أمي. أنت سامحتني مو هيك؟ أمي، أنا اتضايقت من أخطائك وخليتك تزعلي، بس هلأ وقت ابني عاقبني نفس العقاب، أنا عرفت قديش كنت ظالم وكنت مو منيح وخليتك تنقهري. أنا ظلمتك وخليتك بعيدة عني وعن كل بيتك وعاملتك بأسوأ كتير. أنا بعتذر منك يا أمي، سامحيني. مازن، أوفي هون، ابني هي حابة تشوفك. شو عم تبكي؟ لا بابا، ما في شي. يلا أوفي ناطرتك برا. ابني اجى لعندي وحكى معي من جديد. لهيك اكيد انت حاسه بالامان على القليله هلا، صح؟ وبتمنى انك تخلي العالم يعيشوا بامان كمان. شو قصدك؟ مين اللي ما خليته يعيش بامان الي؟ جانا، اليوم ابنك عبر عن شهامته وقت اجى اعتذر منك وطلب السماح. هلا لازم تطلبي السماح وتثبتي لجانا انك ندمانه وانك امه لمازن. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.